السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاج جديد لتساقط الشعر للرجال فقط، ده أرخص حاجة موجودة في السوق، بس جميل جدا جدا، بيعالج تساقط الشعر، وكمان هتستخدم معاه فيتامين ه أو فيتامين ألف. أنت بتنزل الفيتامين ده، فيتامين إي أو فيتامين ه، ممكن تستخدم فيتامين ألف برضو للشعر، بس يفضل إنك تستخدم فيتامين ه ألف علشان يساعد على نمو الشعر عندك، طبعا تحت إشراف طبي أنت تستخدم الفيتامين ده. لكن تعالوا بينا نشوف اللي هو المينوكسيديل ده، 5% لعلاج تساقط الشعر للرجال فقط. أنا هفتح معاكم العلبة زي ما أنت شايف، بتيجي بالشكل ده كده، ممكن تكون مقفولة بغطا، وبيكون فيها كمان دي حاجة أنت تقدر تعمل تستخدمها رش في منطقة معينة في الشعر. خلي بالك أنك تستخدم الرش ده علشان ترش على المنطقة اللي محتاج تزود فيها الشعر، خلي بالك بتمشي فيها لفترة معينة، ونفترض مثلا 6 شهور، ما تحاولش تبطل العلاج ده بمزاجك إلا ما تكون مع دكتور علشان يثبت لك نتيجة العلاج ده. ممكن تقترح عليه الاقتراح ده، ان ممكن هستخدم مينوكسيديل 5% بالاسم العلاج اللي قدامك ده علشان يقدر يزود منطقة الشعر عندك لو في منطقة صلع او في منطقة تساقط للشعر. تقدر تستخدم البخ ده، بتشيل دي كلها، بتشيلها خالص ده بالشكل ده كده، تقدر تضيف ديكي علشان ترش على منطقة معينة في الشعر. طبعا مش هحتاجها خالص في حاجة، بس انا هحتاج دي بس، بقدر ارش بيها عادي جدا. تمام. بعد كده انا بستخدم فيتامين ه، ده شكله، تقدر تستخدمه علشان يثبت لك مكان اللي انت حطيت فيه الشعر، وبيزود عدد الشعر في منطقة الصلع. طبعا العلاج ده للرجال فقط. تقدر تكتب في الكومنت انت ايه المشكلة اللي بتواجهك ونحلها لك ان شاء الله. ممكن تدخل على الرابط اللي موجود في الوصف علشان تعرف اكتر عن المنتج ده، وتعرف ايه هو علاج تساقط الشعر والصلع الوراثي عند الرجال. مع السلامة.